شهد السوق السينمائي حالة من النشاط المتزايد خلال العقدين الماضيين، ساهم في مضاعفة العائدات المحققة من خلال الأفلام. ولم يعد غريبا معرفة أن أحد الأعمال السينمائية اقترب أو تخطى حاجز المليار دولار أمريكي في شباك التذاكر العالمي، إلا أن ارتفاع العائدات صاحبه زيادة ملحوظة في تكلفة الإنتاج. وأغلب الأفلام التي تحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر تتراوح ميزانيتها ما بين 100 و200 مليون دولار أمريكي، وقد تتعدى ذلك في بعض الحالات. أحد أكثر الأقوال المأطورة صدقا هو لكل قاعدة استثناء، فهناك أفلام بسيطة بميزانيات بسيطة استطاعت قلب الموازين، حيث حققت نجاحا كبيرا في شباك التذاكر وحققت مئات الملايين من الدولارات، بينما كانت ميزانية إنتاجها منخفضة جدا. فيلم هالوين حالة استثنائية، تبدأ أحداث فيلم الرعب والإثارة هالوين بتمكين القاتل المختل مايكل مايرز من مستشفى الأمراض العقلية بعدما قضى بها قرابة 15 سنة بسبب ارتكابه جريمة قتل شنيعة وهو في السادسة من عمره. عقب هروبه يتجه على الفور إلى مسقط رأسه مدينة هاونولد فيلديكي، يعاود نشاطه الإجرامي من جديد، ومن ثم تتوالى أحداث الفيلم. عرض فيلم هالوين للمخرج جون كاربانتر عام 1978، وقد رصدت الشركة المنتجة لميزانية الفيلم قدرها 325 ألف دولار أمريكي تقريبا. وعند عرضه حقق نجاحا باهرا وكبيرا في شباك التذاكر العالمي، ليحصد إيرادات قدرها 70 مليون دولار أمريكي، ومن ثم تحول إلى امتياز سينمائي وتوالت إصداراته ونسخه المتعددة التي لا تزال مستمرة إلى اليوم. شكرا على حسن المتابعة. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.